الدكتور او الطبيب الموثوق فيه المتخصص ده اللي بينجح العمليه. يعني انا لما اختار دكتور انا عارفه هو عمل كام عمليه وشفت النتائج وشفت حالات فعلا كانت شكلها ايه وبقت عامله ازاي وصحتها كمان ما بعد اجراء الجراحه نفسها عامله ازاي، هو ده النجاح. انا مديله نفسي وانا مطمنه زي ما انا بقول، يعني هي زي ما متهيألي حضرتك بتقولي الثقة بين المريض أو الشخص والطبيب. والطبيب دي أهم حاجة، وبيكفي إن المريض بيروح للدكتور مش لازم يكون عشان يعمل حاجة، بس على الأقل ياخد يفهم. النصيحة الصح ويفهم، يبقى على الأقل هو عارف ياخد الخطوة بقى وما ياخدهاش ده قراره، بس ما يبقاش مضلل، ما يبقاش تايه، ما يبقاش بيسمع معلومة من هنا وبيسمع معلومة من هنا. وللأسف الميديا زي ما لها دور قوي في توصيل المعلومة الصحيحة، أحيانا بتبقى لها دور سلبي في إن معلومات خطأ بتوصل للناس. طيب،